بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي توتوريال على بعض الأمثلة. Exercise 13. Write a prologue program to find the summation of odd numbers and summation of even numbers of integer list. يعني اكتب برنامج بلغة prologue لإيجاد مجموع الأعداد الفردية وإيجاد مجموع الأعداد الزوجية لقائمة من الأعداد الصحيحة. شو راح نحل هذا السؤال؟ كالتالي: domains L يساوي integer star، معناته L قائمة من الأعداد الصحيحة. F يساوي integer، F هو عدد صحيح. Predicates A of L فارز F فارز F، يعني الA مكونة من input اللي هو قائمة و output مجموع الأعداد الزوجية ومتغير اللي هو مجموع الأعداد الفردية. Closes A of blank list 0 0 نقطتين شارحة cut dot، هاي معناته إذا صارت القائمة فارغة خلي صفر بالمجموع الزوجي وخلي صفر بالمجموع الفردي واقطع تنفيذ الدالة. A of H علامة الـ over T n m H mod 2 يساوي صفر، يعني إذا كان العدد زوجي. A of T N1 فارز M فارز N يساوي N1 زائد N H، و A of H T N M H مود 2 لا يساوي صفر. A of T N M1 M يساوي N H زائد N M1. نشوف شو راح نطبق هذا المثال بالسوفت وير مالتنا. نروح على البولوج نفتحها Alt F New File Domains F
يساوي انتجر star L يساوي انتجر. في the case A of F was L was L closes A of blank list فاز صفر فاز صفر. نقطة إنشاء الحركات دوت A of H علامة الأور T فاز M فاز M. نقطة إنشاء الحركة H mod 2 يساوي صفر فاز A of T فاز N1 فاز M فاز N يساوي N1 زائد N H A of H علامة الـ O T فاز M فاز M فقط شارحة H مود 2 يساوي 1 يعني العدد فردي A of T فاز M فاز M1 فاز M يساوي M1 زائد H. اللي هنا كملنا كتابة البرنامج، كل ما علينا انه ننفذ هذا البرنامج. فروح على Alt+F